السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، وأهلا بكم إلى جلسة الأعمال من الآن وحتى 11 بتوقيت الدوحة. صباح الخير روان. صباح النور مروان، وصباح الخير لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. البداية إن شاء الله من واقع القطاع العقاري في الدولة، نرصد إياكم العرض والطلب ونحن نقترب من المونديال، وهذا الزخم على القطاع والذي دللت عليه أحجام التداول التي سجلت خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري حوالي 14 مليار ريال، في إشارة واضحة على أن القطاع العقاري يعيش ظروفا استثنائية من ناحية العرض والطلب من كافة النواحي. وفي فقرتنا الثانية مشاهدينا سنذهب إلى اقتصاد المونديال وآخر الأخبار المتعلقة بالتنظيم، حيث دشن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الزي الرسمية المعتمدة لقوة أمن بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. وفي قصتنا الثالثة ننتقل بكم إلى الزميلة نادين البيطار التي ستوفينا بالتفاصيل عن برنامج كوادر المالية الذي تطلقه رسميا أكاديمية قطر للمال والأعمال، والذي يهدف للمساهمة في تنمية مهارات الكفاءات القطرية والوطنية العاملة في المجالات المالية. وفي موضوعاتنا لهذا اليوم أيضا مشاهدينا سنناقش مع حضراتكم تفاصيل برنامج تأهيل وتطوير المشاريع المنزلية المتعثرة، هذا البرنامج الذي دشنه مركز الإنماء الاجتماعي نماء، حيث سيقدم لنا مدير إدارة المشاريع في المركز شرحا عن أهداف هذا البرنامج والمشاريع المستفيدة منه. في قصتنا الخامسة سنرصد إياكم افتتاحات البورصة القطرية، آخر إفصاحات الشركات وأداء القطاعات وأيضا أسعار الأسهم. وفي قصتنا الأخيرة اليوم سيكون لنا وقفة مع صادرات الغاز القطري خلال شهر سبتمبر الماضي وأبرز الوجهات التي استقطبت تلك الصادرات وخاصة في القارة الأوروبية، ومن ثم سننتقل إلى الاجتماع المرتقب الذي سيعقد لأول مرة حضوريا منذ عامين لمناقشة تخفيض الإنتاج إلى ما يقرب من مليون برميل يوميا، ونتحدث طبعا عن اجتماع أوبيك الذي سيشكل اجتماعه مفاجأة للأسواق على خلفية الانخفاضات السعرية التي شهدها النفط خلال الأسبوعين الماضيين. على بركة الله مشاهدي الكرام نبدأ وإياكم جلسة الأعمال بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. أعلن مركز الإنماء الاجتماعي نماء عن تدشين برنامج تطوير وتأهيل المشاريع المنزلية المتعثرة، وذلك من أجل دعم المشاريع المنزلية المتعثرة بمختلف القطاعات السوقية. ويهدف البرنامج إلى تقديم الاستشارات والتدريب الفني والتوعية والتثقيف بما يساعدها على التطور والنمو ومواصلة العمل لضمان استمرارية المشاريع.
مشاهدينا في بداية هذا اللقاء اسمحوا لنا أن نرحب بضيوف حلقتنا لهذا الصباح، حيث نرحب السيد محمد العبد الغني مدير إدارة ريادة الأعمال في مركز الإنماء الاجتماعي نماء، كما يرافقنا أيضا السيد أحمد عقل محلل الاقتصادية. نبدأ إذن معك سيد محمد، أهلا بك معنا في هذا الصباح. أهلا وسهلا، نشكركم على الاستضافة الكريمة. شكرا على تواجدك. يعني برنامج لتأهيل وتطوير المشاريع المنزلية المتعثرة، ما أهم تفاصيل، ما أهم ما يمكن الإشارة إليه في هكذا برنامج؟ في البداية طبعا مركز الماء الاجتماعي دوره وتموضعه ضمن بيئة ريادة الأعمال في دولة قطر هي دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر إضافة للمشاريع المنزلية، ومن خلال هذا الدور نطلع على العديد من المشاريع المنزلية التي تتقدم لطلب الدعم والانضمام لحاضنة الأعمال اللي موجودة في مركزنا ما. ولاحظنا في الآونة الأخيرة وجود بعض الصعوبات والتحديات الإنتاجية والإدارية في بعض المشاريع اللي تمنعها من الوصول للسوق أو اللي تمنعها من المنافسة في السوق القطري، خصوصا مع ازدياد حدة المنافسة في الآونة الأخيرة وارتفاع مستوى معظم المشاريع. من خلال هذه الدراسة قررنا القيام ببرنامج تطويري وتأهيلي للمشاريع اللي نعتقد أن عندها قصور في الأمور الإنتاجية والإدارية. البرنامج يركز على تطوير المشاريع هذه إداريا وفنيا ومهنيا لتكون في المستوى المناسب للمنافسة في السوق القطري. ما هي المشاريع التي منذ إطلاق هذا البرنامج تقدمت إليكم؟ نوعية الأنشطة مثلا؟ نعم، في الحقيقة نحن في مركز الماء نهتم في مختلف القطاعات اللي من قطاعات المنسوجات والهدايا والأطعمة والأشربة، ولكن باعتبار أن البرنامج يطلق للمرة الأولى خلال هذا العام فقررنا التركيز على مجال الأغذية والمشروبات باعتبارها من أكثر المجالات الحيوية خصوصا من ناحية المشاريع المنزلية، والطلب عليها في السوق هو الأكبر. ففي خلال هذا المشروع بقطع يعني بجلستيه اللي كانوا في الشهر في هذا الشهر قررنا ان احنا نركز على موضوع المشاريع العامله في مجال المواد الغذائيه بالتحديد. وما هي طبيعه الدعم المقدم من قبل نماء؟ تم التعاقد من قبلنا مع عدد من الجهات الرائده في مجال تطوير وتاهيل الشركات العاملة ضمن مجال المشروبات والأغذية، بحيث أن اخترنا عدد من المشروعات يصل عددها إلى 15 مشروع يتم بالتعاون بيننا وبين بيوت الخبرة أو الشركات هذه تأهيل هذه المشاريع لرفع جودة الإنتاج من ناحية طريقة عمل المأكولات والتغليف وكيفية التقديم وكيفية التسويق الإلكتروني وكيفية الوصول للسوق والوصول للموردين، ويعني مشروع كامل يغطي معظم الاحتياجات اللي يحتاجها المشروع المنزلي من البداية حتى الوصول للسوق. يعني نحن نتحدث عن دعم تأهيلي وتسويقي، ليس دعم مادي بالدرجة الأولى. إنه ليس دعم مادي فيما يختص بهذا المشروع، ولكن كمركز نماء بشكل عام عندنا حزمة من الخدمات، أحدها يعني خدمة الدعم المالي بالتعاون مع شركائنا في بيئة ريادة الأعمال في دولة قطر، لكن بما يختص في هذا المشروع فهو مشروع تأهيلي وتطويري أكثر من يعني دعم مالي مباشر. نعم. من خلال يعني الحوارات والاجتماعات التي جلستم بها مع أصحاب هذه الأعمال والتي ركزت على الأعمال كما ذكرت هي المنزلية لكن في مجال الأغذية، نعم، والمشروبات كما ذكرت، وهي الأكثر يعني انتشارا بين رواد الأعمال اليوم إذا بتلاحظ في دولة قطر. السؤال، ما هي الأسباب المباشرة كانت لتعثر هذه المشاريع؟ في الحقيقة أسباب تتعدد من مشروع إلى مشروع، ولكن الملاحظة العامة كانت هناك في قصور في النواحي الإنتاجية، بحيث عدم توفر الإمكانيات، عدم توفر المعرفة الضرورية في كيفية الإنتاج، كيفية المحافظة على الأغذية، كيفية العرض يعني عرض الأغذية وتغليفها، الوصول لبعض الموردين ما يكون متاح لبعض المشاريع المنزلية. أيضا هناك مشاكل متعلقة في الإدارة، إدارة المشروع نفسه، إدارة المصروفات، إدارة العاملين، يعني هذه بشكل عام أكبر التحديات اللي تواجه المشاريع المنزلية. ممكن نقسمها لقسمين يعني رئيسيين، اللي هي القسم متعلق بالإدارة وقسم متعلق بعملية الإنتاج نفسها. نعم. طيب هل هناك آلية؟ يعني أنا مشروع منزلي لدي مشاكل، كيف هي الآلية للتقديم أو
دراسة الوضع الذي يمر به المشروع؟ ما المطلوب من المتقدمين؟ بالنسبة لنا في نمام ما نطلب، يعني ليس هناك أي شروط يعني أو متطلبات بالنسبة للمشاريع المتقدمة. نحن بالفعل لدينا الحاضنة نماء للأعمال، يتقدم لها عدد كبير من المشاريع بشكل سنوي، فاحنا نقوم بدراسة هذه المشاريع. هناك مشاريع تأتي يعني في جهوزية ممتازة للوصول للسوق بشكل مباشر مع بعض التأهيل، وهناك المشاريع اللي نتلمس أنها تحتاج للدعم والتأهيل، فيعني من خلال عملية الدراسة والبحث والتقييم من قبل المختصين عندنا يتم تحويلهم للبرامج هذه التأهيلية قبل مرحلة الوصول للسوق. هل من تعاون مع جهات لها صلة بموضوع رعاية رواد الأعمال كمن قطر للتنمية مثلا، وزارة التجارة والصناعة؟ نعم، في الحقيقة نحن في مركز نماء نؤمن بالعمل التكاملي ضمن بيئة ريادة الأعمال في دولة قطر، فلدينا يعني عدد كبير من مذكرات تفاهم مع الجهات العاملة في دولة قطر في مجال ريادة الأعمال، منها بنك قطر للتنمية، منها المكتب الهندسي الخاص، منها هيئة المحاكم وغيرها الكثير، منها حتى شركة الميرة، بحيث أن نكون حلقة وصل بين المشاريع المنزلية وبين منافذ البيع اللي موجودة في السوق، وأيضا بين الجهات اللي تقدم خدمات أخرى قد لا نقدمها إحنا بشكل يعني بشكل فوري يعني من خلال المركز. سيد محمد، حضرتك تحدثت أنكم يعني تستقبلون طلبات من رواد الأعمال، ما الفارق بين المشاريع التي تقدم لمركز الإنماء الاجتماعي والتي تقدم لجهات أخرى أو حاضنات أخرى؟ نعم، بالحقيقة مركز الإنماء الاجتماعي يقدم خدماته حصرا لفئة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمشاريع المنزلية، هذه هي الفئة اللي يركز عليها مركز الإنماء الاجتماعي. وطبعا تعريف هذه الفئات هي حسب التعريف الوطني في دولة قطر للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، فإحنا نركز في تقديم خدماتنا لهذه الفئة بشكل حصري. يعني سؤال أخير سيد محمد، تعتقد بأنه اليوم أنتم لكم يعني تجارب عديدة خطوها مع هؤلاء المستثمرين صغار المستثمرين في هذه المشاريع الصغيرة، والسؤال اليوم هل نحتاج اليوم كجمهور كرواد أعمال إلى دراسات تستشرف المستقبل فيما يخص المخاطر التي تواجه هكذا نوع من الاستثمارات، خاصة بأنه كما ذكرت اليوم ليس فقط يعني نماء المسؤول عن رعايتهم وتقديم الدعم والعون لهم وإنما جهات أخرى عديدة، نحتاج إلى دراسة مفصلة عن واقع المشاريع المتعثرة في الدولة الصغيرة المتعثرة حتى تكون يعني نافذة من الممكن قراءة المستقبل من خلالها تصدر عن نماء بالتعاون مع بنك قطر للتنمية أو غيره، لأنه اليوم لا دراسات لا أرقام لا توجد داتا اليوم يستطيع المستثمر تحديد اتجاهه هل أدخل في هذا المشروع أو لا، لأنه إذا كان هناك معلومات ستفيد بأنه هذه المشاريع اكتفينا مثلا منها في هذه المنطقة، ربما في هذه المنطقة أفضل، نحتاج إلى هكذا. في الحقيقة نحتاج، أنا أتفق معك تماما، نحتاج مثل هذه الدراسات اللي يعني تمثل البوصلة بالنسبة للمشاريع التي تريد دخول السوق بشكل حديث. في الحقيقة كانت هناك تجارب سابقة في السنوات الماضية، عدد من الجهات في الدولة المعنية بريادة الأعمال يعني اتحدت في عدد من الدراسات المعنية بمثل هذه الأمور وطلعت بنتائج، وتم البناء عليها أيضا هذه النتائج حتى في تشريعات وقوانين تم سنها مثل موضوع رخصة العمل، الرخصة المنزلية للعمل اللي ما كانت متواجدة في دولة قطر وكانت نتيجة لإحدى هذه العمليات التعاون والدراسات، ولكن احنا أيضا نشد على يدك وندعو للمزيد من هذه الدراسات اللي بتكون مفيدة جدا للسوق القطري. نعم سيد محمد، يعني مؤخرا شهدنا كثير من المبادرات لرواد الأعمال عن طريقكم، هناك أيضا فئات عمرية مختلفة مستهدفة بهذه المبادرات، ما أهم ما يمكن أن تحدثنا عنه هو الاستراتيجية المقبلة للنماء خلال الفترة؟ بالنسبة للبرامج اللي نقدمها نفس ما تفضلت هي برامج متنوعة وتستهدف فئات عمرية مختلفة، عندنا مثلا في البداية برنامج رائد الأعمال الصغير نبدأ فيه من طلاب الثانوية العامة، ومن ثم هنالك عندنا برامج استشارية مثل بزنس وقهوة في المقاهي، استشارات مجانية في مجال ريادة الأعمال، عندنا أيضا للتو أطلقنا برنامج ملهمين نستضيف فيه عدد من رواد الأعمال الناجحين يتكلمون عن تجربتهم والتحديات اللي واجهوها ليستفيد منها الشباب، أيضا عندنا
برنامج تدريبي في مجال ريادة الأعمال، نطرح في عدد من الدورات التأهيلية في مجال إدارة العاملين، دراسة الجدوى وغيرها بالتعاون مع جامعة قطر، وهي مجانية بالنسبة للمجتمع بشكل عام. بالنسبة لاستراتيجيتنا القادمة، بصراحة احنا نركز على نقطتين مهمتين في موضوع الاستراتيجية في الفترة القادمة. الموضوع الأول هو موضوع التكامل مع الجهات في الدولة، بحيث أن ما في جهة تدخل على جهة أخرى في موضوع الخدمات المقدمة. نحاول أن نتكامل في خدماتنا، نقدم حزمة كاملة باعتبارنا مؤسسات عاملة في بيئة ريادة الأعمال. والموضوع الآخر هو التموضع في مجال المناصرة لقضايا أصحاب المشاريع المنزلية، بحيث تكون التشريعات اللي موجودة في الدولة والقوانين تخدم هذه الفئة وتسهل من عملهم، وتسهل أيضا من موضوع الدخول للسوق القطري، يكون سهل في موضوع إنشاء الشركات وإدارتها وغيرها من الأمور. سيد محمد العبد الغني، مدير إدارة ريادة الأعمال في مركز نماء الاجتماعي نماء، نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات. شكرا لإتاحة الفرصة. شكرا. بلغت قيمة التداولات العقارية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري حوالي 14 مليار ريال، بانخفاض نسبته 20% مقارنة بالفترة المناظرة من العام 21. وقد شهدت الفترة تنفيذ قرابة 3000 صفقة عقارية متنوعة بمتوسط قيمته 4,700,000 ريال للصفقة، وهو تقريبا نفس معدل متوسط قيمة الصفقات لنفس الفترة من العام الماضي. وتكشف بيانات وزارة العدل أن شهر أغسطس الماضي قد شهد نموا بنسبة 31% مقارنة بشهر يوليو السابق على صعيد قيم الصفقات، وكذلك ارتفاع بنسبة 22% في عدد الصفقات المنفذة. كما شهدت منطقة اللؤلؤ والقصار ارتفاعا في حجم التداول خلال الشهر الماضي، مع تنفيذ 82 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء بقيمة إجمالية ناهزت 180 مليون ريال. وللمزيد من التفاصيل مشاهدي الكرام، ينضم إلينا السيد عبد الرحمن النجار، الرئيس التنفيذي لشركة كيت العقارية. مرحبا بك سيد عبد الرحمن. اليوم كيف يبدو المشهد ونحن نقترب يوما بعد يوم وأكثر من المونديال على الصعيد العقاري، تحديدا على الإيجارات؟ طبعا أرحب بكم وبالحضور والمشاهدين والمستمعين. طبعا بالنسبة للإيجارات المدة الطويلة أعتقد أن ما فيها أي مشكلة، لكن المدة القصيرة هي التي صار فيها لغو وصار فيها المشاكل وإشاعات كثيرة يعني.
والكل عارف اللي صار في المشهد هذا، لكن احنا نؤمن باستقرار السوق ونؤمن ان السوق واعد وفي اي مشاكل، ونتمنى من المستثمر العقاري سواء كان صغير او كبير لا يتبع الاخبار السيئه او اخبار الاشاعات هذه تطلع اللي تضرب السوق. السوق مستقر، واللي يدلك ان السوق مستقر الدعم الدوله في ذلك، الدوله لها تدعم السوق العقاري بشكل مباشر، استاجرت مباني لكاس العالم لمده 5 سنوات، وهذا مؤشر كبير ان الدوله تدعم السوق العقاري، ما تبي السوق العقاري يطيح، ومع ان فتره كاس العالم شهر، لكن هذا يدعم الاستقرار. ونتمنى من الجميع ان شاء الله ان ما يلحقون الاشاعات اللي تطلع في السوق. ما هي هذه الاشاعات؟ طبيعه هذه الاشاعات عن ماذا تتحدث؟ الاشاعات هي تتكلم ان بعد كاس العالم ماذا يحصل، الاسعار راح تنزل، كيف راح ندير العقاراتنا، ايش يكون الوضع بعد كاس العالم. شوف هذا شيء طبيعي احنا نقول، لان اليوم الحدث اللي صاير هذا لن يحدث ولا مره، خلاص هذه اول مره واخر مره يعني، والحمد لله يعني. في على الاقل في جيلنا احنا يعني، خلينا نتكلم، والله اعلم ايش بيصير بعدين، لكن الناس تتبع الاشاعات، هذه الاشاعات اللي تضرب السوق، واللي والمشهد اللي شفناه احنا حاليا على الاسعار اللي كانت حق كاس العالم، في ناس تكلمت اجرنا ب 10 مليون، في ناس اجرنا ب 5 مليون، في ناس، لكن الوضع الحقيقي لا نرى الا والاسعار الطبيعيه في ارتفاع فيها في الايجارات، ما نقول لا، المده القصيره هذه لكاس العالم في 30% 40% حتى 100%، هذا وضع طبيعي يعني يحصل في جميع، لو تتبع احداث كاس العالم او الاحداث الرياضيه على الدول اللي فاتت من قبل تجد ان في ارتفاع في الاسعار تحصل، لكن هذا شيء طبيعي. احنا نتكلم اليوم على وضع استقرار السوق ونشجع استقرار السوق، وهذا هو الطبيعي. هذا كان سيد عبد الرحمن على صعيد الايجارات، وطبعا كما تحدثت هناك ربما ارتفاع على الطلب فبالتالي الحركه مختلفه. ماذا عن قيم البيوع؟ هذا التباين بين ارتفاع القيم او تراجع القيم وارتفاع الصفقات وما نتابعه اليوم، رغم تواجد يعني معروض وتواجد حركه بيوع واضحه تابعناها على مدار الاشهر القليله الماضيه. دعني اصحح معلومتك، القيم لم تتراجع، الاسعار لم تتراجع، بس التداول هي اللي تراجعت، لان من الطبيعي هذا اليوم مش مرحلة تطوير، مرحلة تطوير قبل كأس العالم 3-4 سنوات كان في مبيعات عالية ومبيعات يعني خيالية كانت، لكن اليوم احنا اليوم مش فترة تطوير، اليوم فترة إدارة المنشآت بعد كأس العالم، فمن الطبيعي ان الفاليو او القيمة تتراجع، اما قيمة العقارات لم تتراجع. هل هناك سيناريو جديد مع الاقتراب أكثر فأكثر اليوم من موضوع الأسعار، أم أنه الصورة ستتضح لكم كمطورين عقاريين لحقيقة المطلوب من العقارات، نوعية هذه العقارات في الأيام القليلة القادمة؟ والله شوف، نوعية العقارات من الطبيعي أن نعرف نوعية العقارات حتى قبل كأس العالم، لأن أنت تعرف الناس اللي جايين على البلد إيش نوعيتهم، وهذا يحدد المشاريع اللي الدولة راح تطرحها في القادم، في المرحلة القادمة. نعم. فالمرحلة القادمة المشاريع اللي جاية مرحلة بناء، استكمال البنية التحتية، مشاريع النفط والغاز. فأكثر الناس اللي جايين من 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 الطبقة المتوسطة إلى الطبقة العليا. فهذا هو المطلوب يعني. إحنا أنا أعتقد إن المرحلة الجاية الطلب راح يكون على المناطق مثل اللؤلؤة، مثل الوسيل، مثل المناطق الجديدة يعني اللي هي الحديثة اللي في وصلت الخدمات، هذه هي المرحلة الجاية. لكن لا أعتقد أن هناك في هبوط في الأسعار مثل ما شيع من قبل، ولا يعني نزول في الأسعار، ولا اقتناص فرص يعني. نعم،
كيف تنظر إلى هذا التنوع الكبير اليوم سيد عبد الرحمن فيما يخص ما هو متوفر اليوم لكل من سيزور قطر من ناحية الشقق الفندقية، من ناحية الغرف الفندقية، من ناحية العمارات السكنية والشقق المتوافرة في جميع مناطق الدولة، وأيضا دعنا نتحدث عن تتابع اليوم بورتا كابنز موجودة في بعض المناطق في الدوحة، حددت لها أماكن اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهذا يعني أنه كل شيء متاح، كل الخيارات متاحة، الغالي والرخيص أيضا. طبعا نوعية المشجعين اللي راح يجونك إياهم من الأقل إلى الأعلى، فلازم التوفر هذا يكون موجود، وهذا أعتقد اللي موجود حصل في الدوحة. التنوع اللي موجود لم يوجد في أي كأس عالم سابق. اليوم الشخص يقدر يسكن ب$40 ويقدر يسكن ب$10,000، فهذا التنوع اللي موجود شيء طبيعي وصحي ويدعم اليوم المشجعين اللي جايين إلى كأس العالم، وهذا شيء طيب صراحة. ذكرت بأنه شركات التطوير العقاري ستستهدف أنشطة أخرى ما بعد كأس العالم، وهي موضوع إدارة الوحدات السكنية، المنشآت العقارية. ماذا يمكن أن نفهم من هذا؟ أنه القطاع العقاري تشبع اليوم وفترة ما بعد كأس العالم سنشهد فيها تغير كبير في اتجاهات المطورين العقاريين لتغيير حتى أنشطتهم من أنشطة بناء وتشييد إلى أنشطة إدارة منشآت عقارية؟ هذا شيء طبيعي واحنا متوقعين هذا يحصل. اليوم دخلت تقريبا ما يقارب 100,000 وحدة عقارية أو وحدة سكنية في البلد. من راح يدير هذه العقارات كإدارة منشآت، كصيانة، كتأجير، أمور تتعلق بالتأجير؟ فاليوم كثير من الشركات غيرت أنشطتها أو أضافت أنشطة لأنشطتها لإدارة المنشآت، وهذا المطلوب بعد كأس العالم. لأن العقارات اللي مطروحة في السوق من راح يديرها؟ فلازم اليوم تكون في شركات مؤهلة، شركات فيها يعني فنيين على مستوى جيد، لأن العقارات هذه مكلفة اللي موجودة، وعقارات عالية الجودة اللي موجودة وأكثريتها مفروشة، فيعني التنوع في النشاط لازم يكون للشركات العقارية، وهذا يخلق فرصة للاستقرار للشركات هذه. نعم، ولكن يخلق أيضا فرصة لمزيد من التنافس أو مستوى جديد من التنافس إذا ما صح التعبير بين شركات التطوير العقاري. طبعا المنافسة مطلوبة في التطوير العقاري، وهذا مطلوب حتى للمستأجر، لمستهلك العقار، وهذا شيء طيب. اليوم المنافسة تخلق فرص وتعطيك اليوم أفضل خيارات. المنافسة راح تكون في الخدمات في البداية، أنا أتوقع في البداية راح تحصل منافسة في الأسعار، يعني الواحد الكل يحاول يجذب أكثر 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 طبقة من المستأجرين، لكن بعدين أعتقد تحصل منافسة فقط في تقديم الخدمات. اليوم سيد عبد الرحمن كيف تقرأ يعني مواقف ملاك العقارات، كبار ملاك العقارات في قطر اليوم، من يعني مسألة الإبقاء على المستأجرين والإبقاء أيضا على القيم الإيجارية السابقة، وإن زادت دعنا نقول بنسب بسيطة 10% في الحد الأقصى، هذا الجانب الجيد لكبار ملاك، وملاك آخرين قاموا بالسماح للمستأجرين لديهم بأن يؤجروا وحداتهم السكنية وأعطوهم كتب رسمية بذلك حتى يستطيعوا تأجير وحداتهم، هذا الجانب الجيد الإيجابي في مقابل جانب دعنا نقول سلبي من وجهة نظر المستأجرين فقط، في أنه عمليات إخراج المستأجرين من منازلهم، رفع الإيجارات كما ذكرت بنسب كبيرة جدا مقارنة بما كانوا يدفعون شهريا. كيف تقيم اليوم هذه المواقف الجيدة لبعض الملاك فيما يخص الإبقاء على الإيجارات كما هي وإبقاء الساكنين فيها؟ شوف، من الطبيعي أو كما ذكرنا بالسابق اللي بيقدم خدمة جيدة للمستأجر بيحافظ عليه، فالمنافسة في الخدمات. فاليوم المطور العقاري اللي ينظر للمستقبل بشكل جيد بيحافظ على مستأجره وأعطاه الفاسيلتي إنه يأجر أو ولا زاد عليه الإيجارات، وأساس يحافظ عليه.
اما المطور اللي عنده نظره يعني شورت، نظره قصيره، رفع اسعاره وخلى المستاجر يطلع، لكن ما راح يحافظ على مستاجره. اليوم المستاجر من عنده بيروح حق الشخص اللي يقدم له خدمه افضل او قدم خدمه افضل. فكنا ننصح في السابق انه يا جماعه لا تفرط في المستاجر اللي عندك، عطى خدمات، عطى فاسيليتي اكثر، حافظ عليه، لان المستاجر في المرحله القادمه راح تصير عمله نادره. نعم. فالمحافظه عليها جيد. نعم. هل سنشهد عروض بعد كاس العالم 3 شهور مجانية مثلا، وعروض أكثر من ذلك على صعيد التملك، تسهيلات في الدفع من قبل الشركات التطوير العقاري وجها لوجه مع العميل دون ما بنوك؟ والله أعتقد 100% هذا الكلام صحيح، وراح توجد عطور، وهذه منافسة، والمنافسة تخلق فرص اليوم، وتخلق مطورين عقاريين. يعني اليوم ببدع في تطويري اساس اني انافس، ما بنافس في السعر، ما بنافس، بنافس في الخدمات، وهذا ابداع صراحه يعني، ومن صالح المستاجر ومن صالح المستثمر العقاري، من صالح الجميع. راح نرى اليوم بالبدايه بعض الاسعار انخفاض فيها، بعض الفاسيلتي اقساط، مع انه موجود حاليا يعني في بعض الشركات. كيف قرات موضوع البنك التجاري والمتحده للتنميه حتى في اطلاقها المشروع؟ كما ذكر البنك التجاري، يعني هكذا ذكر، بانه الاول من نوعه، اول برنامج تمويلي لعقارات اللؤلؤه بهذا الشكل طرح فعليا، تسهيلات في الدفع لمده 20 عام الى اخره. كيف تقرا هذا التطور الكبير في منح القروض العقاريه؟ والله مش 20 عام، اعتقد 25 عام كم تقريبا. لكن شوف، البنك التجاري سباق في مثل هذه الفرص وطرح المشاريع مثل هذه، فهم يطرحونها قبل السوق على اساس يجذب اكثر طبقه من المستثمرين العقاريين، وهذا شيء جيد، وهذا طبعا اعطاك يعني مجال انك انت تبدع، ومجال انك انت تقدم خدمه اكثر. لكن من الصعب اليوم انت تقدم 25 سنه او 20 سنه يعني بالطريقه هذه، وهذه عقارات اللؤلؤه فقط، لان اللؤلؤه فيها عقارات وفيها مشاريع جديده طرحت، وخلقت فرصه حلوه للمنافسه. ممتاز. السيد عبد الرحمن النجار، الرئيس التنفيذي لشركه كيت العقاريه، نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات. مشاهدينا، تطلق اليوم أكاديمية قطر للمال والأعمال بشكل رسمي برنامج كوادر في القطاعات المالية، والذي كان مبادرة ضمن برنامج طويل للأمد يهدف للمساهمة في تنفيذ أو تنمية الكفاءات القطرية والوطنية العاملة في المجالات المالية في الدولة، وأيضا إكسابها الخبرة اللازمة لقيادة قطاع الأعمال مستقبلا، وبما يستجيب لكافة التحديات المستقبلية، خاصة أن القطاعات المالية لطالما كانت أحد أو واحدة من قاطرات النمو للاقتصاد الوطني.
مشاهدينا، للمزيد من التفاصيل ننتقل معكم مباشرة إلى الزميلة نادين البيطار والمتواجدة حاليا في فندق جي دبليو ماريوت، حيث ستنتظم فعاليات كوادر مالية التي تنظمها أكاديمية قطر للمال والأعمال بعد قليل. صباح الخير نادين، إذن أهم تفاصيل التي يمكن أن تطلعين عليها لهذا الصباح. صباح الخير روان، صباح الخير مشاهدينا عبر شاشة تلفزيون قطر برنامج جلسات الأعمال. فعلا بعد دقائق من الآن ستطلق أكاديمية قطر المال والأعمال برنامجها الوطني كوادر مالية. هذا البرنامج الذي تأسس عام 2013 وخرج حتى اللحظة 176 متدرب، وهذا البرنامج طبعا يأتي بالشراكة مع مصرف قطر المركزي وشركاء استراتيجيين آخرين مثل وزارة المالية وأيضا يعني مركز قطر للمال وأيضا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. والهدف منه هو طبعا استقطاب عدد كبير من الخريجين القطريين وأبناء القطريات، وذلك لزيادة فرصهم في التدريب في القطاع المالي والمصرفي، وأيضا تم إضافة قطاع التأمين لهذا العام، وبالإضافة لذلك هناك فرصة لإيجاد فرص عمل لهم في المستقبل. ولكن لمزيد من التفاصيل حول هذا البرنامج يسرنا أن نستضيف السيد خليفة اليافعي وهو رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال بالإنابة. أهلا وسهلا بك سيد خليفة، لو تخبرنا في البداية وتعطينا نبذة عن هذا البرنامج الوطني، ومن هم الأشخاص الموجه لهم هذا البرنامج، وما هي كيفية التقديم له؟ شكرا لكم على قدومكم على هذه التغطية. برنامج كوادر مالية هي مبادرة تعليمية مبتكرة تم تصميمها بالتعاون أو بشراكة الرئيسية مع مصرف قطر المركزي، وأيضا بشراكة استراتيجية مع مركز قطر للمال وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة العمل، وبدعم من القطاع المالي وقطاع التأمين. تستهدف بشكل رئيسي الخريجين الجدد في المجالات أو التخصصات الإدارية والتخصصات المالية وتخصصات الصرفة والمحاسبة، بهدف تطويرهم مهنيا وزيادة قابليتهم للتوظيف بعد انتهاء البرنامج. اليوم احنا نطلق البرنامج في هذا اليوم، مع بدء البرنامج ان شاء الله بيكون في شهر يناير. الان يبتدي التسجيل لجميع الخريجين بامكانهم تسجيل في هذا البرنامج، وبدءا من شهر يناير 2023 ينطلقون في مسيرتهم التدريبيه لمده شهرين. برنامج بيكون تدريبي معرفي نظري في علوم مختلفه، ونهاية البرنامج بيكون مدة شهر عبارة عن تدريب على رأس العمل في إحدى المؤسسات المالية الشركة معنا في هذا البرنامج. ما هي الشروط للمتقدمين أو الخريجين للانضمام إلى هذا البرنامج الوطني؟ طبعا احنا نفس ما قلت لك احنا نطمح ان نقبل عدد كبير من الخريجين في هذا البرنامج. سابقا كان تقريبا 25 مشارك في هذا البرنامج، الان في هذه النسخه زدنا الى تقريبا 60 مشاركا. شروط القبول بتكون بحيث انه يكون الطالب متخرج في التخصصات ذات الصله، تخصص مثلا اداره الاعمال، المحاسبه، الماليه، التمويل، الصرفه، كل التخصصات اللي تكون لها علاقه بالمجال المالي. ايضا يكون يعني في معدل تراكمي تقريبا 2.8 بحكم ان البرنامج تنافسي بيكون بين الطلاب، وتكون عنده ايضا اللغه الانجليزيه درجه الآيلتس تكون 5.5، وبحيث انه يكون ايضا خريج خلال اخر سنتين من يعني تخرج من سنتين تقريبا. هذه فرصة إذا لتدريب هؤلاء الخريجين، وأيضا هي فرصة لربما لإيجاد فرص عمل في المستقبل بعد الانتهاء، إذا يعني استطعنا القول من هذا البرنامج، هل هناك تؤمنون لهم فرص عمل؟ طبعا يعني التدريب في النهايه هو تطوير مهني لجميع المشاركين. مجرد ان الطالب يعني دخل في هذا الجانب التدريبي وزاد من معرفته وزاد من مهاراته المهنيه، في المقابل بتزيد قابليته للتوظيف. في نهايه البرنامج بحكم شراكتنا مع القطاع المالي بيكون هناك معرض مهني يستطيع الطلاب يعني عرض مهاراتهم وعرض سيرهم الذاتيه اللي بندربهم ايضا على كتابتها وعلى صياغتها، وايضا يعني بتزيد فرصهم بشكل كبير من خلال التدريب العملي اللي بيصير في نهايه البرنامج، فبتزيد فرصهم الوظيفيه ان شاء الله بالانضمام للقطاع المالي او قطاع التامين. التنمية البشرية هي أحدى الركائز الأساسية من رؤية قطر الوطنية 2030، كيف ستساهم يعني تطور التنمية البشرية في أيضا التنمية الاقتصادية؟
طبعا أكاديمية قطر للمال أحد الأهداف الرئيسية هي في الأكاديمية التعليم والتدريب، والتعليم والتدريب يندرج تحت ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر 2030. فبمجرد احنا يعني نطور القدرات والكادر البشري، فبالمقابل بيساهم في تطوير التنمية الاقتصادية والركائز الأخرى في رؤية قطر 2030. فاحنا نؤمن ان التعليم والتدريب يكون مفتاح وجسر للكوادر القطرية للانضمام لسوق العمل، وخصوصا القطاع الخاص، القطاع المالي، قطاع التأمين، فبالتالي بيساهم في دفع عجلة التنمية وعجلة الاقتصادية في الدولة. سبق وذكرت لي قبل الهواء أن هناك أيضا من هم على رأس عملهم في أيضا البنوك المحلية على سبيل المثال، وأيضا يستطيعون الانضمام إلى هذا البرنامج وليس فقط الخريجين. صحيح، هو النسبة الأكبر تكون للخريجين الباحثين عن عمل، ولكن أيضا بحكم دعم البنوك المحلية لهذا البرنامج ستخصص مقاعد للخريجين الجدد المنضمين للبنوك في الفترة الماضية. خلال السنة أو السنتين الماضية سيتم ترشيحهم من أماكن عملهم لدخول هذا البرنامج والاستفادة من الشهادات المهنية العالمية التي نقدمها في برنامج كوادر مالية. السيد خليفة اليافعي رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال بالإنابة، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة، ونتمنى لكم التوفيق في إطلاق هذا البرنامج الوطني اليوم كوادر مالية. شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا، كانت يعني بعد قليل ستطلق أو سيطلق أو ستطلق أكاديمية قطر للمال والأعمال هذا البرنامج الوطني طبعا كوادر مالية، وهذه فرصة للشباب الخريجين القطريين وأبناء القطريات للانضمام إلى هذا البرنامج. وحسب ما ذكر السيد خليفة منذ قليل شروط هذا البرنامج، ويمكن أيضا الاطلاع على هذه الشروط من خلال الويب سايت الخاص بأكاديمية قطر للمال والأعمال. وطبعا ستتابعون كل هالتفاصيل وتفاصيل أيضا إطلاق هذا البرنامج من خلال نشراتنا الإخبارية. والآن عودة إلى الاستوديو للزملاء. شكرا جزيلا للزميلة نادين البيطار ولضيفها الكريمة. ولا مشاهدة الكرام إلى اقتصاد المونديال. يا دوحة الناس، يا حب وإحساس، حيا يا ظالم حيا، يا دوحة الناس بلا حد وقياس، غني للعالم هيا. دشنا معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الزي الرسمي المعتمد لقوة أمن بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وذلك خلال حفل أقيم في مبنى وزارة الداخلية. وقد شاهد معاليه عرضا مرئيا حول الزي الرسمي لقوة أمن البطولة والمواقع ومهمات الحماية والأدوار الأمنية لكل قوة من الوحدات، إضافة إلى تدشين الآليات والمركبات والدراجات النارية التي ستستخدم في البطولة. حضر حفل التدشين أصحاب السعادة، أعضاء اللجنة الأمنية، وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية.
هذا وأكد المقدم فهد سعيد السباعي رئيس وحدة التأهيل والتدريب بلجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 أن اختيار الزي الجديد لقوة أمن البطولة والمركبات والآليات الجديدة جاء بعد عامين من العمل المستمر عبر لجنة مشكلة توصلت إلى تصميم زي استثنائي وغير مسبوق. وأوضح أن اللجنة بذلت قصارى جهدها من أجل إيجاد زي مبتكر يكون قريبا من الجمهور ويحافظ على الطابع الأمني والهوية الأمنية. نحتفل اليوم بالكشف عن الزي الرسمي لقوة أمن البطولة بالإضافة إلى الآليات والمركبات الخاصة فيها. طبعا تم تكليف لجنة متخصصة في هذا المجال بمتابعة وتوجيه مباشر من قبل قائد عمليات البطولة سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. هذه اللجنة بدأت أعمالها تقريبا قبل سنتين. عملنا اطلاع وبحث واسع على جميع أنواع الزي المماثلة في الشرطة لتنظم بطولات وحدات رياضية. طبعا كان الهدف واضح عندنا أن تنظيم بطولة كأس العالم يجب أن يكون استثنائي في كل حاجة. ركزنا على عدة نقاط رئيسية. أولها أن يكون هذا الزي جديد مبتكر غير مسبوق، ما سبق أحد عمل نفس هذا النوع من الزي. هذا وأضاف المقدم فهد السعيد السباعي رئيس وحدة التأهيل والتدريب في لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم أن كل المركبات على اختلاف أنواعها تحافظ على روح بصرية واحدة وموحدة بين كل آليات ومعدات اللجنة الأمنية. هناك العديد من المركبات اللي تم تدشينها اليوم حق قوة أمن البطولة، سواء كانت مركبات الحركة المرورية أو المركبات الخاصة بحماية المنتخبات أو الدراجات النارية أو المركبات الخاصة بمكافحة الطيارات. في العديد من المركبات اللي تم الكشف عنها اليوم. بشكل عام جميع اللي تم كشفه اليوم حق قوة أمن البطولة له روح بصرية واحدة، في واحد حق جميع اللي تم كشفه سواء كان زي أو آليات ومركبات. في خبرنا التالي مشاهدينا، تم التوقيع على إعلان مشترك بين دولة قطر والمغرب بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بكأس العالم فيفا قطر 2022. ويهدف الإعلان إلى تعزيز التعاون الأمني بين قطر والمغرب وتنفيذ كافة الخطط الرامية لضمان الأمن خلال فترة كأس العالم والتي ستستمر ل 28 يوما، فضلا عن الرفع من مستويات الأجهزة الأمنية المعنية بتأمين المونديال وضمان سلامة المشجعين.
وكان وفد أمني مغربي قد زار قطر نهاية شهر مايو الماضي ووقف على المنشآت والملاعب التي ستستضيف البطولة. كما قام وفد قطري بزيارة المغرب حيث حضر وعاين ترتيبات وتفاصيل التنظيم الأمني لبعض المباريات، وعلى رأسها نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والأهلي المصري. وتتواصل عملية توافد الوفود القادمة إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة والمساهمة في كأس العالم فيفا قطر 2022. من بين الواصلين وفد أمني تركي حط رحاله مؤخرا في الدوحة في إطار التعاون الأمني المشترك بين قطر وتركيا لتأمين منافسات المونديال المنتظر. وضم الوفد الأول مسؤولين رفيعي المستوى في مديرية الأمن العام التركية. يذكر أن قطر وتركيا وقعتا اتفاقية لتنظيم الفعاليات الكبرى تتضمن مشاركة تركيا بالتنظيم الأمني لكأس العالم. في خبر جديد، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن انطلاق البرنامج الرسمي لتدريب متطوعي كأس العالم والذي يستهدف 20,000 مشارك. ويتواصل البرنامج التدريبي في مركز الدوحة للمعارض في الدوحة في أكتوبر، ويشهد أكثر من 300 جلسة تدريب تمتد لما يزيد على 1300 ساعة من خلال منظومة تدريب تفاعلية تجمع بين أنشطة التدريب المباشر والإلكترونية إضافة إلى ورش عمل. ويتم التدريب على أداء المهام وكذلك التدريب في استادات المونديال، وسينتقل المتطوعين بداية من نوفمبر المقبل ضمن فرق عمل إلى استادات البطولة أو مواقع عملهم خلال المونديال لتلقي التدريب العملي في مواقع البطولة، والذي يستمر حتى الفترة التي تسبق مباراة افتتاح كأس العالم في 20 نوفمبر المقبل. مساهمة منه في الاحتفال باستضافة دولة قطر لفعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022، صمم سائق سباقات الرالي والنحات القطري حمد السويدي أكبر مجسم في العالم لكأس العالم بتكلفة وصلت إلى نحو 73,000 ريال. المجسم هو عبارة عن قطعة واحدة من حجر الترافتين، وزنها 5 أطنان وارتفاعها 3 أمتار، ولكن بعد عملية النحت أصبح الوزن نحو 4 أطنان والارتفاع 2 متر و80 سنتيمترا، وذلك قبل أن يتم نقله من تركيا موطن الحجر الأساسي إلى دولة قطر في رحلة استمرت ل28 يوما. حب واحساس حيا يا ظالم حيا، يا دوحة الناس بلا حد وقياس غني للعالم هيا. مشاهدينا، كما عودناكم محطة يومية مع بورصة قطر، نقف فيها هذه اللحظات وافتتاحية المؤشر لهذا الصباح والافتتاحية فيما يبدو خضراء اليوم. نعم روان، إذا مشاهدي الكرام هذا هو المشهد في البورصة القطرية، ارتفاع ب1%، نتائج 10672 نقطة، المؤشر 35 مليون تداولات بالأسهم، قيمة هذه الأسهم على أعتاب 100 مليون ريال. قطاعات السوق، الصناعات مرتفع بشكل جيد 1.3%، 1.25% في البنوك والخدمات المالية، البضائع حوالي 1%، الاتصالات قريب من 1%، القطاع العقارات مرتفع أيضا بحوالي 0.7%، النقل يقترب من 0.5%، وقطاع التأمين منخفض عند 0.2%. الشركات النشطة، كيو أم بي في الصدارة مع 16 مليون ريال، استثمار القابضة حوالي 11 مليون ريال، الريان حوالي 8,360,000 ريال تم التداول عليه، وقطر لصناعة الألمنيوم حوالي 7 ملايين ريال. الشركات الأكثر من ناحية الانخفاض كانت الخليج التكافلي في الصدارة
تقترب من 2%، المجموعة الإسلامية القابضة تقترب من 1%، التحويلية 60%، مجموعة مقدام بحوالي 0.5%. أما الشركات الأكثر ارتفاعا زاد بأكثر من 2.5%، بلدنا باثنين وحوالي 0.3%، الإيجارة بحوالي 2%، والمصرف الإسلامي يقترب من 2%. نذهب بكم لمزيد من التفاصيل إلى السيد وليد الفقهاء مدير التداول في شركة بيت الاستثمار. مرحبا بك سيد وليد. يعود السوق مرة أخرى، يعود جزء من الخسائر التي تكبدها خلال الأيام الماضية. نلاحظ اليوم أنه القطاعات اللي كانت أشد تضررا تعود مرة أخرى اليوم، على رأسها قطاع البنكي والقطاع الصناعي. صباح الخير مروان، صباح الخير السادة المشاهدين. كما ذكرت يعني اليوم الأسواق والبورصة القطرية يعني تكافح للبحث عن مزيد من المحفزات في ظل اقتراب موسم نتائج الأعمال للشركات، والبحث عن فرص استباقية للشراء في بعض القطاعات القيادية مثل قطاع البنوك وقطاع الصناعات اللي بدأ في الإفصاح. قطاع البنوك بدأت بالإفصاح في الاثنين القادم على رأسهم QNB، فأتوقع أنه اليوم الأسواق يعني سوف يعني تلقي في وراءها المحفزات أو العوامل السلبية التي شهدتها خلال الفترة الماضية، والتي كانت بسبب العوامل الخارجية التي أثرت عليها مع عدم تلاشيها نهائيا، ولكن للبحث عن فرص للدخول في عمليات شراء جديدة وتموضع جديد في ظل يعني البحث عن فرص جيدة للتوافق مع نتائج الأعمال التي قد متوقع أنها يحصل فيها نمو خلال الفترة الحالية، خصوصا في قطاع الصناعة وقطاع البنوك والخدمات المالية. فأتوقع أنه اليوم يعني البورصة هي في بداية الجلسة اختبرت مستويات 12700 نقطة، وهذا مستوى يعني تقني قوي، يعني مقاومة قوية عليها. في يعني دعنا نراقب اليوم في حال أنه اختراق المستويات 12700 نقطة ممكن أنه تستمر هذه المكاسب، خصوصا أنه في عديد من القطاعات وعديد من الشركات القيادية اليوم أصبحت أسعارها قد تكون مغرية للمستثمرين خلال الفترة الحالية. نعم نعم أحمد عقل، كما تابعت إذن ارتفاعات في المؤشر العام اليوم على رأسه القطاع الصناعي، القطاع البنكي، هل هي يعني ارتفاعات مؤقتة أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنه خلال هذه الفترة الصورة بتكون ضبابية بأسواق المال، خاصة في ظل التذبذب اللي عم نشوفه بأسواق المال العالمية، وفي ظل الظروف الجيوسياسية الخاصة بالموضوع الروسي الأوكراني، وأيضا الوضع بالصين وتايوان، عدة أمور جيوسياسية قد تلقي بظلالها على العالم ونعود للضغوطات مرة أخرى. الشيء الإيجابي بالنسبة لبورصة قطر أنه الظروف الضاغطة هي ظروف خارجية وليس داخلية، الظروف الداخلية على مستوى فوائد الميزانيات، فوائد موازين التجارة، فوائد أيضا الأعمال وقطاع الأعمال، الأرباح المتوقعة واللي بدأنا يمكن نصبح قريبين جدا من إعلانات متوقعة خلال الأسبوع القادم، تبدأ هذه الإعلانات بشكل متتالي. عدة شركات أعلنت بشكل خلينا نقول مبكر هذه السنة، كان عندنا إعلانات لبعض الشركات سريعة، إسمنت، إجارة، QNB كلهم. فبتوقع انه الفترة القادمة ممكن نشوف يعني تحركات لبعض الشركات بناء لهذه الإعلانات الموجودة. على المستوى العام، على مستوى الجو بدول العالم كلها، ما زالت الأمور غير واضحة بانتظار انتهاء موضوع التوتر الجيوسياسي الروسي الأوكراني اللي برأيي هو الضغط الوحيد. موضوع الفائدة الأمريكية أصبح خلفنا، انتهت إذا بدك التأثيرات، بانتظار 2 نوفمبر تقريبا شهر من الآن لاجتماع الفيدرالي القادم، واللي من المتوقع أنه يكون أقل حدة وأقل تشددا من الاجتماعات الفائتة، يعني الفائتة، بالتالي متوقع تقريبا نص نقطة من هلأ بدأ الكلام. ولكن برأيي أنا أنه هذه الارتفاعات إذا بدنا ناخذها على المستوى الاستراتيجي أو على مستوى الطويل الأجل، هي في عندنا نظرة تفاؤلية لمعظم أسهم قطاع البنوك والصناعات ومعظم أسهم البورصة القطرية. نحن الآن بمستويات مهمة جدا للمستثمر على مستوى متوسط وطويل. على المستوى القصير بعض الأمور غير واضحة، بدنا نشوف شو بده يصير بموضوع يعني الجيوسياسي. أنا برأيي أنه خلال الأسبوع الحالي أيضا من المفترض أنه معظم أسواق العالم تبدأ بتحديد الاتجاهات، وحتى الظروف الجيوسياسية إذا طالت
بتبدأ تخف حدتها وبتصير غير مؤثرة. يمكن الأسبوع الحالي هو أسبوع حاسم على مستوى جيوسياسي وعلى مستوى اقتصادي. نتمنى إن شاء الله أنه نعود للارتفاع مرة أخرى، وهناك فرص استثمارية حقيقية موجودة، أصبحت موجودة من بعد هذه الانخفاضات، أصبح عندنا مكرر عائد ممتاز جدا على مستوى المنطقة. حتى بالسوق الأمريكي مستوى العائد عم بيرتفع بشكل كبير، وهذا شيء يعني طبيعي لحتى يلاقي الارتفاع بأسعار الفائدة اللي عم بتم الإعلان عنها. نعم. سيد وليد، هل من تعويل على النتائج المالية في تغيير الصورة القادمة في البورصة، عوائد المتوقعة، النتائج المالية؟ فترة مهمة هي نهاية العام ونحن نقترب شيئا فشيئا منها. بلا شك مروان انه البورصة القطرية يعني كان خلال الربع الماضي المتبع لحركتها كان اكثر ما يؤثر عليها من محفزات الداخلية هي نتائج اعمال الشركات والاعلانات عن مشاريع كانت تخص الشركات بشكل عام، فكانت هذه المحفزات الداخلية هي كانت تدعم الاسواق وكانت تدعم الاسهم بشكل كبير. فبنتوقع اليوم انه احنا هاي الفترة هاي انه في حال استمرار نهج النتائج الاعمال على نفس المستوى وبنفس مستويات الربحية وعلى نفس السياق، بنتوقع ان تستمر البورصة في استقبال هذه النتائج بشكل ايجابي والتفاعل معها بشكل كبير. ولكن يعني الخطورة تكمن في انه العوامل التضخم اللي شهدناها خلال الفترة الماضية اللي بدأت يعني في بعض الشركات تلقي بظلالها على نتائجهم من خلال زيادة مخصصات، من خلال تفعيل عوامل مثلا محاسبية أو معايير محاسبية في بعض البنوك التي لديها فروع في الدول التي يعني تتأثر بالتضخم، إذا كان هذه تأثيرها ما زال تأثير سلبي أو ألقى بظلاله بشكل كبير على نتائج الأعمال، ممكن يعني نحصل لا سمح الله على انتكاسة في المعنويات لدى المستثمرين ونشهد في التراجع. لكن في حال استمرار نفس النهج ونفس العوامل سوف تلقي بظلال إيجابية إن شاء الله على الأسواق وتتفاعل معها بشكل كبير، وهذا يعني ما عادة يعول عليه المستثمرين الأفراد بشكل كبير. سيد وليد الفقهاء، مدير التداول في شركة بيت الاستثمار، نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات. مشاهدة الكرام، بعد هذا الفاصل الزميلة روان تصحبكم إن شاء الله في ملف النفط والغاز، ابقوا معنا. أهلا بكم إذا من جديد مشاهدينا الكرام. بلغ إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال لشمال غرب أوروبا قرابة 2,300,000 متر مكعب في سبتمبر الماضي، ووصلت الشحنات القطرية إلى 4 محطات ومواني في شمال غرب أوروبا. هذا وبلغ عدد الشحنات خلال سبتمبر 2022 قرابة 12 شحنة للمحطات في كل من المملكة المتحدة وبلجيكا وفرنسا.
بلغت صادرات قطر من الغاز لشمال غرب أوروبا قرابة 2,300,000 متر مكعب في شهر سبتمبر الماضي، حيث وصلت إلى 4 محطات وموانئ في شمال غرب أوروبا. وقد بلغ عدد الشحنات خلال سبتمبر قرابة 12 شحنة، وذلك للمحطات في كل من المملكة المتحدة كذلك في بلجيكا ووصولا أيضا إلى فرنسا. واستقبلت الموانئ البريطانية بداية 6 شحنات عبر محطتي ساوث هوك وميلفورد هافن بإجمالي بلغ 1,300,000 متر مكعب. وقد استقبلت محطة ساوث هوك الناقلة شجرة بحمولة وصلت إلى 262,000 متر مكعب، بالإضافة إلى الناقلة زكريت ب 135,000 متر مكعب، وأيضا 206,000 متر مكعب كانت على متن الناقلة لخطية. 261,000 متر مكعب وصلت إلى الموانئ البريطانية كذلك عبر الناقلة أم صلال، أيضا 131,000 متر مكعب عبر الناقلة المفير، و 258,000 متر مكعب عبر الناقلة السمرية. في المقابل استقبلت بلجيكا 5 ناقلات لمحطة زوبرغ البلجيكية ب 840,000 متر مكعب وصلت إلى هذه المحطة خلال سبتمبر، وحملتها بداية ناقلة تمكينيس التي نقلت على متنها 155,000 متر مكعب، بالإضافة إلى 131,000 متر مكعب على ناقلة لمفير، 206,000 متر مكعب على الناقلة فريحة، 143,000 متر مكعب نقلتها سميسما، والشحانية في المقابل نقلت قرابة 206,000 متر مكعب. إذا ما تحدثنا عن فرنسا مشاهدينا، فقد وصلت إلى المحطات الفرنسية ناقلة واحدة، وتحديدا إلى ميناء دينكريك. هذا الميناء استقبل من قطر قرابة 170,000 متر مكعب من الغاز. مشاهدينا، لمزيد من الحديث حول هذا الموضوع نرحب من عمان بضيفنا السيد عامر الشبكي الخبير في قطاع الطاقة، كما نجدد الترحيب أيضا بضيفنا في الاستوديو السيد أحمد عقل المحلل الاقتصادي. أبدأ معك سيد عامر، إذا ما الذي نقرأه من ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي القطري نحو غرب أوروبا في هذه المرحلة، وأين يضع ذلك قطر من حيث الشراكة مع القارة الأوروبية في مجال الطاقة؟ صباح الخير روان لك وللمشاهدين، وشكرا على الاستضافة. دور قطر بالفعل يتعاظم وينمو بالنسبة لأهميته في أسواق الغاز العالمية وخاصة في أسواق الغاز الأوروبية. نتوقع أن يكون هنالك أيضا مزيد من صادرات الغاز المسال إلى أوروبا في شهر أكتوبر الحالي وشهر نوفمبر القادم. نظرا لضعف إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا، إيقافها عبر نورد ستريم 1 وعبر يامال، حتى عبر الخط المار عبر أوكرانيا، هنالك أنباء عن وقف الغاز منذ يومين عن إيطاليا بسبب يعني بعض الإجراءات الإدارية في الخط المار عبر النمسا، نفس الخط المار عبر أوكرانيا. وهنالك أيضا توجهات من غاز بروم لقطع الغاز كليا من الخط المار عبر أوكرانيا. في هذه الحالة لن يبقى غاز يمر إلى أوروبا إلا عبر تيرك ستريم التركي، وبالتالي هنالك حاجة ونمو في طلب على الغاز المسال في أوروبا، متوقع أن يصل إلى 60 مليون طن في هذا العام.
وبالتالي هذا الأمر يعني يتطلب مزيد من كمية الغاز، وقد يعني الكمية تزيد عن ضعف الزيادة في الإيرادات الغاز أو الزيادة في إيرادات الغاز العالمية السنوية. ولهذا متوقع أن يبقى سوق الغاز ضيق والحاجة أكثر إلى الغاز القطري في الفترة القادمة، سواء في أوروبا أو حتى في آسيا، لأنه أيضا آسيا تسعى لملء مخزوناتها في الشهرين القادمين استعدادا لفصل الشتاء. نعم سيد أحمد، يعني عمليات تطوير حقل الشمال تتواصل والأخبار تتواتر عن سير هذه العمليات، لكن صحيح. لدينا اليوم فجوة في الطلب، وقطر يعني قادر على سد جزء من هذه الفجوة مع التوسعة المقبلة. عن أي مرحلة نتحدث، عن أي مدى نتحدث من قدرة قطر على إمداد أو زيادة إمدادات العالم من الغاز؟ لا شك أنه خلال الفترة الحالية والفترات القادمة من المتوقع أنه يزداد الطلب على الغاز الطبيعي وعلى الوقود إذا بدك النظيف أو الصديق للبيئة أكثر من غيره بشكل كبير، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الروسية الأوروبية وفي ظل انقطاع العديد من خطوط الإمداد الموجودة. وبالتالي نحن نعرف أنه في خطة سابقة موضوعة لدولة قطر برفع الإنتاج من الآن حتى العام 2027 حوالي 50% والوصول إلى مستويات جديدة من الإنتاج. أعتقد أنه هذه الخطة عم بتصير بخطة متسارعة أكثر الآن، من شان هيك بدأنا نسمع أكثر بافتتاح وبالعمل على إنتاجات جديدة. بكل الأحوال برأيي أنا أنه يعني خلينا نقول دولة قطر قادرة على يعني تلبية جزء من هذا الاحتياج العالمي اللي هو الجزء. نحن بنعرف كل يعني دولة بتقوم بإنتاج النفط أو الغاز في عندها، وخاصة دولة قطر في عندها عقود يعني طويلة الأجل ملتزمة بها مع دول مثل الهند اليابان الصين وغيرهم، بالتالي هذه العقود من الصعب جدا التحرك بها، خاصة في ظل سياسة القطرية بالالتزام بجميع التزاماتها وتنفيذها على الوقت، وهي اللي شفناه بالسنوات السابقة. فبتصور أنه فينا نغطي، يعني كان في هناك توقعات أنه ممكن منطقة الخليج كلها هي بتعطي لأوروبا حوالي 10% من احتياجاتها من الغاز أو من النفط، من المتوقع أنه تزيد ل20% من احتياجات القارة الأوروبية، عم نقول منطقة الخليج ككل. أكثر من هيك أعتقد خلال هذه الفترة رح يكون صعب. فيه بدائل بالعالم عم بنشغل عليها، سواء كانت اتفاقيات مع إيران أو الجزائر أو فنزويلا أو غيرها من الدول الأخرى. نعم. ممكن هيدي يكون إلى دور أكثر. سيد عامر، قطر تمتلك شركات مع محطات استقبال الغاز، لدينا محطات مهمة في بريطانيا، في بلجيكا، في فرنسا، في إيطاليا أيضا، لكن بالتأكيد لا يزال هناك تحديات حتى في ظل وجود هذه المحطات. نتحدث عن المرحلة الحالية، ما أبرز هذه التحديات التي يمكن أن نتحدث عنها؟ نعم، سلاسل القيمة الموجودة لدى قطر لا أتوقع أنها موجودة لأي دولة مصدرة للغاز المسال، سواء من أسطول النقل أو حتى من امتلاك بعض محطات الغاز المسال في أوروبا، مثل ما ذكرتي في عدة دول أوروبية أهمها ساوثوك في بريطانيا. طبعا الآن هذا يعتمد على سرعة إنجاز محطات الغاز المسال في ألمانيا. نعلم أن هنالك الآن نية لبناء 5 محطات عائمة، وهنالك نية لمحطات أرضية، بناء محطات أرضية ثابتة. هذا سيحتاج إلى عقود طويلة المدى لتتوفر الجدوى الاقتصادية لهذه المحطات، ولهذا ستتوفر أيضا الشروط التي يعني تلزمها قطر لتوريد الغاز المسال بعقود طويلة الأجل. وأعتقد أنه هذا سيتحقق في الشهرين القادمين، ونحن نرى الضيق المتزايد في أسواق الغاز المسال، رغم أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة مؤخرا أشار إلى انخفاض الطلب على الغاز عالميا بشكل كامل تقريبا 8%. في أوروبا أتى الانخفاض بشكل أكبر تقريبا 10% بسبب انخفاض استخدام الغاز. نعم. وهذا سيتغير طبعا في السنة القادمة، لكن تعويضه سيتم في الغاز المسال، لأنه سبب انخفاض الطلب لن يعوض فقط كميات التي فقدتها الأسواق من الغاز الأنابيب. واضح. وبالتالي ذكرت قبل ذلك بأنه سيكون طلب إضافي على الغاز المسال. نعم، دعنا نتحدث سيد عامر عن أوبك التي من المنتظر أن تجتمع للمرة الأولى منذ مارس عام 2020 في فيينا بالحضور الشخصي. هناك حديث إذن عن خفض النفط بأكثر من 1,000,000 برميل في 5 أكتوبر. كيف سيؤثر هذا الخفض، وكيف ترى
إمكانية تحقيقه وتأثيره على الأسعار. نعم، في بعد غدا سيكون اجتماع وجاهي لأعضاء أوبك بلس، وبالتالي هنالك نية لزيادة الإنتاج أو عفوا تخفيض الإنتاج من 500 ألف برميل إلى 1.5 مليون برميل في الواقع، لزيادة أسعار النفط التي يعني ترصدها أوبك بلس حول $100 ترضي أعضاء المنظمة. طبعا هنالك أيضا ضعف في الإنتاج، هنالك فجوة ما بين الإنتاج الفعلي والمخطط له في دول أوبك بلس، ربما انخفض في شهر سبتمبر الماضي وصل إلى 3.4 مليون برميل لأنه ربما 3 دول فقط تحقق الخطة الإنتاجية: الكويت، الإمارات، السعودية. ولذلك حتى عند تخفيض مثلا 1 مليون برميل من الإنتاج النفطي لأوبك بلس، ربما الإنتاج الحقيقي الذي سينخفض ربما من 250 إلى 300 ألف برميل، فلذلك سيكون هنالك تأثير على الأسواق يواجه التنبؤات بالركود الاقتصادي المتزايدة، وبالتالي سترتفع أسعار النفط ربما تتجاوز 90 دولار. طبعا مع هذه الأنباء فقط ودون أي إجراء فعلي، ارتفعت صباح اليوم في التداولات الآسيوية أسعار النفط أكثر من 3% وقرابة يعني الدولارين و75 سنت للبرميل. نعم سيد عامر الشبكي الخبير في القطاع النفطي، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، والشكر موصول أيضا لضيفنا في الاستوديو السيد أحمد عقل المحلل الاقتصادي. مشاهدينا إلى هنا نصل بحضراتكم إلى نهاية ملفات جلسة الأعمال لهذا الصباح، غدا لقاء جديد وملفات جديدة، حتى ذلك الحين تقبلوا كل التحيات.